هوي السلام عليكم. الرسالة دي للناس اللي بيستخفوا بغوات الدعم السريع، وبقولوا الناس دي ضباط ملايش ساكت، وجنودهم ذات ناس يعني يروح حل ساكت وما فاهمين حاجة. يا جماعة الكلام ده غلط، أنا صحح لكم المفاهيم دي. ناس الدعم السريع ديل كتير من الناس ما احتكوا بهم، كتير من الناس بيسمعوا من الإعلام وبيسمعوا النقل بس، لأن التداخل ذاته معاهم صعب. عشان تخش عليهم وتلقى منهم معلومات، الآن حتى دولة الجلابي ما عارف العدد كم، عدد قوات الدعم السريع ما معروف كم هسه. الدليل على انه قويين جوا، ما بتخش بتمرق منهم معلومات حقيقية، عندهم مكاتب اسمها سر للغاية وشغل قوي، شغل عمل رجال. والناس اللي بيديروا المؤسسة دي ضباط بتاع امن، ما لعب ساكت، ما ناس ضباط خلا وملايش والكلام الفارغ هسي بنسمع في الاعلام ده. القوة دي وبرنامج واضح، عشان الخص لكم في كلمتين بس: التحول ديمقراطي دولة مدنية. وبشو الشغل بتاع الجلابي وبتاع اولاد الصالحين القديم ده، لامين الدولة كلها في محل واحد ودايرينها بفهمه هم، والقرش السودان دي بلموا ضرائب ودخل السودان كله بقسموه عليهم، المؤسسات ماسكينها في يدهم بيصرفوا فيها الدخول والدايرين والمدايرين ما بخش. الشغل ده لازم يتحل، العقد دي تنحل، والعقد دي بالتي احسن بتنحل. حتى التحول لما جه في ديسمبر، الناس شالت حكومة البشير وجناس تانيين، حكومة البشير تراوغت كده لقيت ما جاب برهان المعفن ده حل الناس تاني، حل حمدوك وحل الحكومة المدنية وقالبت شكل تاني حكومة ذاته، مشت بمش. اللي انا دار اقوله اسع البرنامج ده اصبح واضح، اي زول بيطبل واي زول بيتكلم بيقول انه الجيش السوداني وجيش وطني والتباكي في الاعلام ده، كل يوم مطلعين فيديو نسوان بيبكن ورجال شايب بيبكي، وين احنا وطننا وجيشنا؟ بلاش فوضى معاكم، وطننا وجيشنا بتاع شنو؟ الشغل ده معروف، اي زول عارفه، الاولاد الصغار في الشارع دي اللي سالتهم بيعرفوا دولة الجلابي دي مسيطرين على ناس منو، والمؤسسات دي امن جيش شرطة مسيطرين على ناس منو، بلاش فوضى معاكم. شغل ده كله اصبح واضح في السنوات، الناس الثورة الوعي وتصحيح المفاهيم دي فهموا الناس دي كلهم انه في خلل في الدولة دي من 56، في خلل، في ناس ماسكين الدولة دي بيصرفوا فيها على كيفهم، في ناس الاقتصاد ده ماسكين، الناس القنيانين كلهم من اتجاهات معينة بدور الميناء وبدور البترول وبدور المؤسسات الدولة، بالدولة ده كله بفهمهم هم. باقي الناس بيشحدوا شحدان وبتشحد ما بيدوك نهايا. وكن قلت خلاص انا ما بدوني بتمرد، اتمردت وقالوا بضربوك بطيران وبقلبوا عليك الشعب كله متمرد وبطلعوك اجنبي ينسبوك لاي دوله وبقلبوا عليك الناس يكسروك وهم قاعدين حارسين السودان ده. كلام زي ده تاني ما في. شغل ده اصبح واضح للناس كلهم، قوات دعم سريع إدارة تغيير جذري للدوله دي، مشاكلنا بقت بلدي احسن ما بتنحل. ناس لما قعدوا في القيادة العامة قالوا أصلا الاعتصام ده ما يفر والاعتصام ده ما يشتتوه، إلا في حاجات مفروض تبقى والصيغة الدستورية دي فيها خلل مفروض يبقى. ناس كانوا فاهمين، شباب حادب للتغيير دايرين يغيروا الدولة القديمة دي، الدولة المعصعصة دي ماسكينها أولاد الصالحين وناس بينسبوا نفسهم للصحابة وجدودهم في الجنة وكلام الفارغ الشغال في شمال السودان ده. ما في فوضى تاني يا أخي، الكلام ده واضح. أرجع لكل خطابات السيد القائد محمد حمدان دقل سعادة الفريق أول، هتكلم كلام واضح شديد بلغة بسيطة. جماعة التحجر ده ما ينفع، سعنا قاعد نائب رئيس انتو ما دايريني، دايرين النائب دي يجي من حتة معينة، كان جي شايق ولا جعلي ولا دنقلاوي ولا محسي ولا وين، ما ده مقبول خلاص، جا من محل تاني أجنبي وابني كلب ودقوه وضربوه بالطيران وكده، شغل ده تاني كده ما بيمشي. نكون معاك واضحين، تغيير ده قادم، الشغل اللي في جدة ده ما بيقدر يلوي يدنا كدعم سريع، ما بيقدر، شروطنا واضحة، ما في حاجة اسمها خروج آمن والناس دي تسمعوا كذب مبارك الفاضل ده. الرد خلى بيته يا أخي، خلى حرايرة لما جابوهم لفي وصلوهم لفي إرقين، كذابين ساكت يا أخي. سودان ده بيموت فوقها نحن من فجر التاريخ، سودان ناس قاتلوا بريطانيا دول جدنا نحن، دي ناس قاتلوا بريطانيا دول جدنا نحن، ما في جلاب بكاتل ولا كده. الناس اللي بيسجلوا من التاريخ هسه الكاتبين اللي عاملين لهم شوارع بيسموهم ديل السيد عبد الرحمن والسيد سر الختم والسيد شنو بعرف عبيد وبتاع، الجماعه اللي عاملين لهم شوارع جوا ديل في العاصمه ديل،
نازل كانوا ونحن زمان خامننا ساكت، هسه طلعوا خونوا واول ناس اسسوا للمرتزقة ذاته، اول ناس تعاونوا مع بريطانيا. عبد الرحمن المهدي ده بياخذ من بريطانيا قروش عشان شق البان ناس زراعه ولا ملبلبا قروش، مجرم ساكت. هسه مسويين شارع باسمه وصالح وهسه يفتكروا في الجنه، وقلبوا اهلنا ديل زمان كلهم صادق المهدي ده بيجوا بيشيلوا لنا عليه يا اخي، ومسكوا له طاقيته وبلاش قله ادب وفوضى يا اخي وبلطجه على الناس. سياسه الملمات والبلطجه دي ثاني ما بتنفع، دارين سياسه حتى الاحزاب دي تتصالح ويكون عندها رؤيه واضحه. اي حزب ما بقدم ما ينفع، اي حزب قاعد متقوقع وتقليدي ما ينفع. دايرين حل جذري للدوله اللي اسمها السودان دي، نبني سودان حقيقي يشبه السودانيين ديل. تاريخنا المزيف الفات ده كله نحن احسن الناس ونحن عرب ونحن وين ونحن افارقه بس، ولا احسن من الافارقه ذات جوارنا ديل، في ناس عندهم تاريخ افضل مننا. جلابه ديل قشونا حتى في التاريخ، زوروا تاريخ جدودنا غلط لان كتبوا لجدودهم هم بس وخلوا باقي الناس بلمعوا في الدولة دي لما نطلعوا ميتينها، وهي ذاتها ما مؤسست على غلط، ما بنوا فيها أي حاجة. ناس بيتكلم عن بنية تحتية في الخرطوم، طلعنا من السودان دي شفنا البنية التحتية برا مو معفنين، طريقة الكهرباء غلط، طريقة السدود غلط، طريقة البنية التحتية كلها غلط، طريقة التخطيط ذاتها في الأحياء غلط. مجرمين يا أخي، ببنوا في المنتزهات وفي النوادي وفي المساحات بتاعة الناس المفروض يشموا فيها هواء. بلاش فوضى معاك، والقتال لازم بين دعم سريع وفئة معينة بتاعت إسلاميين من الشماليين موجودين في الحكم ما دارين يخلوا الحكم. دعم سريع دار يبعد الأخوان المسلمين هسه من الحكم، ويبعد الجلاب المجرمين اللي بيسرقوا مال الناس. دارين نبني دولة مشتركة الناس دي كلها فيها، فيها دارفور، فيها النيل الأزرق، فيها جبال النوبة، فيها كردفان، فيها شريك، فيها شمالية ومعفنة دي، وفيها كل الناس. دولة بقوانين واضحة، دولة عندها اتجاه واضح، ما في وثيقة دستورية كل مرة يعدلوها، وقائد عام وقائد الجيش. بلا قلة أدب معاكم، بلا شوايق بقلة أدب، بلا برهان بلا قلة أدب معاكم. دولة دي الناس تقعد في طاولة تشوف كل السودانيين، يجي أدروبا جاي ويجي زول برتون قاعد هنا، ويجي زول بيتكلم كواي تعال جاي قاعد هنا، وكل الناس تكون قاعدة شاهدة على وضع أسس واضحة للسودان ده، وأي زول يكون حريص على مصالح أهله. نحن معروف مجتمع عشائري، مجتمع قبلي متشرذم، اي زول الان عنده قبيله بيفتكرها هي افضل قبيله، ويفتكر جده صحابي. شغل ده نحن دارين اصلاح كتير، ما يصلح واحد واثنين وتشكش خيالات ويجيبوا لينا الشيخ ويجيبوا الجلاب فلان سنهوري بالتهام وده جد النفيد وده جد البرير، ميتينكم كلكم يا ضيعتوا البلد اللي اسمها السودان دي، بلد جندي كمباله، بلد جندي برير، بلد بتاع اسماءكم الحافرين هذي 100 سنه نحن من ولدونا لقينا اسماءكم دي قاعده. بلاش فوضى، السودان ده داير تغيير. نحن في كلام حميتي ده والله جنرال محمد حمدان ده ما غير السودان، تاني زول يجي غيره ما في. اجل ابدا زول ده قام في راسه ما في. مما الدوله دي 56 الاستغلال المزيف ده، زول دق اجل ابدا في راسه مشتتهم زي ده اللي محمد حمدان ده دقان في مخهم ده في راسهم ده، شتتهم جنرالاتهم ده الوحيدين خشوا الارض تحت، وحدين مشوا برا السودان.